مؤتمر فوري للمانحين مخصص لمرضى السرطان. لعل هذا الطرح لنقيب الصيادلة جوسلوم قد يكون الأكثر تعبيراً عن حجم الأزمة التي تعصف بمرضى السرطان الذين يواجهون ضغوطاً متزايدة في تأمين كلفة علاجهم الباهظة، وبالتالي خطر الموت إذا لم يحصلوا على العلاج. عمر الأزمة 4 سنوات من دون أن تجد حلاً إلى الآن. تطمينات فارغة في الإعلام ينقلها وزير الصحة حول استمرار الدعم، بينما يتلقى الأطباء تأكيداً مناقضاً من وزير الصحة نفسه. أكدت لنا الوزارة أنه للأسف ما بقى عند مورد تقدر تعطي مصاري لمرضانا، لازم نحن نلاقي مورد. أخطر المؤشرات هو الزيادة التي شهدتها بعض أنواع مرض السرطان والتي بلغت 105%، ومن القلق على المصير تتواصل التحركات والاعتصامات علها تنجح في تحقيق خرق ما. من بعد أعداد صولات وجولات بوزارة الصحة بيخبرونا أنه التوجه هو اعتماد بروتوكولات منظمة الصحة الدولية للدول الأقل الأشد فقراً، هي اللي رح تعتمد بلبنان. يعني عملياً اليوم الأدوية يلي كانت رفع عنا الدعم تركوها على عاتقنا نحن كمرضى فينا نتحملها ويتيدعموا هن الأدوية الغالية، هلأ رح تنقلب الآية، رح يتركوا علينا الأدوية الغالية إذا نحن معنا مصاري لحتى نشتريها وحقها آلاف الدولارات شهرياً، ووزارة الصحة تأمن العلاج الأساسي للمرضى. قدامكم اعتماد ضرائب سين تاكسيشن بتخلصنا حياتنا وبتغطي تكاليف فحوصات وعلاجات مرضى السرطان. هذا الطرح الذي يطال بشكل أساسي الدخان والكحول وجه بالرفض من أطراف عدة. دخان قالوا لنا أنتم عم بتدقوا بالمقاومة. شو يعني عم تدق بالمقاومة؟ يعني مزارعي التبغ بالجنوب رح يتضرروا. كذابين، اللي عم يتضرر من هذا الموضوع هو اللي عم يستفيدوا من الرجي. ضريبة على الكحول جوهت بالرفض، سبب انها ضريبة غير ميثاقية، وكأنه بلبنان المسيحيين هن بيشربوا الكحول وغير المسيحيين ما بيشربوا الكحول. وعليه ترك المرضى لمصيرهم أمام خيارات 4 على 5 لها، إما تكبد كلفة العلاج كاملة على عاتقهم بسبب تراجع التغطية الصحية للجهات الضامنة، إما اللجوء إلى السوق السوداء أو استبدالها بأدوية أقل جودة أو التوقف عن العلاج. خيارات أحلاها مر، فهل تتحرك السلطة؟ تبدو إلى الآن بحكم غير الموجودة أو المهتمة بصفقات من نوع آخر. مرضانا عم تسأل ليه؟